المدرسة مسحت الأبواب ديالها نهار 28 في شهر أكتوبر 2019 بعد تجربة الحمد لله الناجحة اللي عرفتها لي الكور ديالي صوفيا. و هاد ليك هاد المدرسة هادي عندها أن أوبجيكتيف سي دو فورمي دي جون أبخونون في ديفلوبمون انفورماتيك إي ديفلوبمون دي سيت ويب. دونك جو ديغي سي فورماسيون أو كوداج. السنة الأولى غتكون عندهم سنة خاصة بيتعلموا يعني القواعد الأولى ديال ديفلوبمون انفورماتيك، والسنة الثانية غتكون سنة ديال لا سبيسياليزاسيون على حسب ما كيطلبوا يعني السوق ديال الشغل. وهذا هو الأمر عندنا سيكو أن هاد لي جون أبخونون خصو يخرج وخصو يلقى راسو ويلقى ذاتو في سوق الشغل وما يتطلبوه سميتو يعني عدد الطلبة يعني ديالنا عدد الطلبة عندنا يعني 100 طالب. عندنا واحد متوسط العمر هو 23 سنة بس اغلبهم من مدينه اسافي، نقدر نقول واحد 80% فيهم 20% من خارج مدينه اسافي، اكادير، العيون، تنغير، تيفلت، بن ملال. عندنا ايضا حاولنا ندمجوا بين يعني الجنسين، عندنا 20% ديال الفي، وعندنا 80% ديال لي غارسون. عندنا اوسي هاد الوليدات هادو واش يستافدوا من منحة؟ واش عندهم شي الوليدات هادو عندهم منحة ان شاء الله شهرية يستافدوا منها. عندهم ايضا بريزون شارج في ديجوني الغدا ديالهم يوميا يوم الاثنين يوم الجمعة. وعندهم ايضا تعطيهم ان بي سي بورتابل باش يقدروا يخدموا به في هاد السنتين هادو.